هذا الجريف نتاع السنه جاي سويفي بالنسبه لجريف عمناول. الجريف عمناول بدا بين مطالب الطلبه، مطالب الطلبه تمحرت خاصه بتغيير اسم مؤسسه وماتريال وتوفير ميزانيه. هذا بالنسبه لانه الفاك هذه ولا تقبل كان ليزانجينيور. دونك ما عادش تقبل الليسونس ولا تقبل حتى شيء. دونك نورمالمون الاسم يتبدل. اون بليس السنه عندنا اول بروموسيون تخرج من ليكون دي جونيور، نورمالمون الاسم يتبدل. عمناول عملنا جريف، دخلنا في ضراب، كنا رواحنا فتره دياسات مقاطعين. فرضنا على السيد رئيس الجامعة باش يجي هنا، جانا هالربعة وقتها، جاء وصحح والتزم إخلاقيا، صحح على محضر جلسة، هو يلتزم أول حاجة بالسهر، فهمتني، ولا يلتزم بتغيير اسم مؤسسة في موافقة سنة جامعية الفارطة 2013-2014، وصح على بون ثاني اللي هو يلتزم بتوفير ميزانية تكميلية، باش ناخذوا اللوجيسيال، ناخذوا ماتريال، ناخذوا كل شيء، الالتزام هذايا مشى في الطريق، وديجا دي بون كوموند خرجوا، دي فورنيسور خذاو، معناتها أنه ماشي طريق، الإشكال اللي قعد في تغيير اسم مؤسسة، اسم مؤسسة نورمالمون ما تبدل عام ناول، السنة قلنا رواحنا ما تبدلش، نطلع نعمل دي رينيو مع الإدارة، في نوصل. مرة تقول لك عند وزارة فلانية، مرة تقول لك في بيرو فلان، مرة تقول لك في بيرو فلان، وما فما حتى معناتها حاجة رسمية. المديرة كل مرة تمهطل فينا، مع نفس المشكلة نتاع الإدارة ما تعرفش تتعامل مع الطلبة. كل مرة يجوا يمهطلوا فينا بكلام، الدوسي مازال واقف عند شكون، مازال واقف عند في الوزارة، مازال واقف في المحكمة، ما فما حتى حاجة تثبت إنه الدوسي فينا بلاصة. اليوم فما وافد حب يمشي مع المديرة باش يتأكد، ياخذ حاجة بفرض وموا حاجة بيدو يعرف الدوسي وين مشى بالضبط. عندنا 5 أيام موجودين في وسط، موجودين تحت القبة، تلمينا فصون عشوائية هكيك وحدنا تلمينا، قلنا لازمهم يتبدلوا. ثم بعد بدينا نتنظموا، حطينا مطالب على معناتها استعجالية، مطالب ألون تيرم، وقدمنا دي بروبوزيسيون بارابور تو سا، قدمنا دي سوليسيون، مش جوست قدمنا دي بروبليم. علاش؟ خاطر العباد اللي موجودة تحت القبة قاعدة تخدم من الصباح لليل، تجي 8 متاع الصباح تروح 8 متاع الليل، وفاش قاعدين يعملوا؟ قاعدين في دي وركشوب يخدموا على لي سوليسيون بارابول لي بروبليم اللي موجودين. معناتها هذا يبين دوغري تاع قداش العباد اللي موجوده تحت القبه سيريوز، قداش العباد قاعده تخدم. سوبوندون من الاطراف الاخرى اننا نلقاو انه ثم تمييع للمطالب اللي موجوده. كونت اون انتام لي نيغوسياسيون نورمالمون اون في اون تريف اون ديسكوت اي اون دون لا شانس ا لا ديسكوسيون اي بوي سيل يا un problème ou voilà, les négociations n'ont pas abouti, on peut reprendre. Donc le vendredi, le lendemain, comme le mouvement terre, il y a eu d'autres représentants qui sont venus me voir, oui, une initiative d'un enseignant qui est membre d'un Naqab Ta'lim Al-Ali, c'est Chedi Souga, il est venu, il a discuté déjà avec un certain nombre d'étudiants. Et on a fait une autre réunion avec ces représentants-là. Donc, quand on a fait une réunion, on a rédigé un PV, on l'a rédigé en présence, c'est la secrétaire générale qui a fait le. Tous les étudiants ne peuvent pas le signer. Donc, on leur a donné aussi la chance d'aller voir leurs camarades. Bon, c'était le vendredi, Marajolnech le vendredi, puisque bon, et puis les négociations elles se sont encore poursuivies le lundi. بالحكاية الشارات إدارة قالت اللي ما صارتش معنا إعلام مسبق كانوا بيصير غريب معنا في الليكون. إحنا اللي نقولوه اللي راهو قبل ما تصير غريب نهار الخميس، نهار الاثنين، ونهار الثلاثاء، ونهار الأربعاء كان ثم وقفات احتجاجية، وكان ثم احتجاج لبسنا اللي بوندروج لمينا اللي سيناتيو. دونك معناها اللي لازمنا نقولوه اللي ثم غياب كامل للإدارة، وغياب تام للإدارة. الإدارة ماهيش قاعدة تقوم بدورها، وما ثماش تواصل، تواصل معناها مستمر بين الإدارة وبين بين الطلب. راني مش باليش اللي الموفمون اللي ما مشي كامل، علاش؟ خاطر آخر ريونيون كي قعدنا معاهم، وبالرغم هما قال لك ليه ممثل الأساتذة قام معناها من الجلسة وما احترمناش وما نعرفش، احنا قعدنا معاه قلنا لهم ممثل الأساتذة عنده الحق يتغشش كأستاذ، لكن أنا كإدارة راني قعدت معاك وقعدت تحكي معاك. والكل كيفاش معناها هذا؟ شوفوا نلقاو حل. أنا إيش قلت لهم؟ قلت لهم هذه المطالب نتاعكم كي ولاو هما المطالب الأساسية، يحبوا لو سيستيم دو نوتاسيون دو لا لوج إي دو كونترول كونتينيو. قلت لهم هذا يمس من يدخل في عمل الأستاذ.
فما حاجات تبدا مقننه في معناها في الجامعه التونسيه كل ما نجموش معناها نجيو احنا نفرضوا على الاستاذ طريقه عمل في التقييم في بالهم ليتيديون يحب يتدخل في خدمه البروف ليتيديون يحب يراقب البروف هذا مش صحيح لا قلنا باش يراقب البروفات لا قلنا باش يدخلوا في خدمتهم نحن نحبوا نضمن حقوق الطلبه كيفاش نضمن حقوق الطلبه انت كبروف دارشي ولا ما عرفش عندك انت عندك نوت عطيها لي سولون دي كريتير لي كريتير هذوك ما انت عطيتهم لي اللي هما في مخك حاطين لي نوت يا خويا اعطيني لي كريتير سيغون دي باغام واعطيني باغام واضح هذا ما نصوروش صعيب وانت تجي بلاك انت كبروف تجي تعطي تخدم لي ديزيكسيرسيس لا تعطيني لا كوفيسيون تعمل لي ديزيكسيرسيس كور ما تعطيش كوفيسيون تجيني في اخر العام تبدا تمشكي في الكوفيسيون كيما تحب هل تحب تطيح وتطيح ولا تحب تطلع وتطلع وهذا ما هذا نرفضوه رفض ضام باتا بالنسبه لحكايه سو تريتونس حكايه سو تريتونس راه نحن طرحناه المشكله هذه مش من اليوم ومش من القريب هذا المشكله هذه ما تروح عنده معناها توا اكثر معناها من عامين اكثر من 3 سنين المشكله هذه جاي معناها مكون احنا مشينا للاداره وقلنا لها اللي راهو ثم مشكله كبيره نتاع سو تريتونس صاير معناها والمشكلة هذه il faut le revoir dans le sens هذا ثم دي زيكزيرسيس اللي لونسيون يعطيك معناها كونتيتي نتاع خدمه وكونتيتي نتاع معناها نتاع دي زيكزيرسيس اي ما تنجمش تخدمها معناها بطريقه واحده وانا طلبنا من الاداره كون هي زاد تلقى حل احنا عطينا حلولنا كطلبه وطلبنا من الاداره كون تلقى حل للشيء هذا هذاك علاش احنا مشينا في المطلب نتاع الريفورم اللي هو باش يعاود يهيكل معناها طبيعه طبيعه الزيكزيرسيس وطبيعه لونسينمون وسط زاتوليه